خالد قلقتني عليك يا حبيبي. ايه يا ماما؟ قلقتني عليك، كلمتك كتير، موبايلك مقفول. معلش يا ماما، سيدك قاعد مستنيك. مساء الفل يا خالد باشا. معلش جيت لك من غير ميعاد. ياسين فين؟ جوه يا حبيبي. خليه معاكي واقفلي الباب عليكوا بسرعه. حاضر. بسرعه. حاضر. بيتك حلو قوي يا باشا، بس شقتك القديمه كانت جاي لحد بيتي يا كلب، جاي لحد بيتي. انت مش هتخرج من هنا الا على السجن على طول، ولو عملت اي حاجه انا هقتلك بنفسي. مش النهارده يا باشا، مش النهارده، مش هتلحق. بعدين خاف على ابنك الصغير، رجالتي تحت قاعدين مستنيين، لو اتاخرت عليهم هيطلعوا قبل رجالتك ما يوصلوا اصلا. اسمع يا باشا، اسمع مني، انا مش جاي ازيط معاك، انا جايب لك كلمتين من احمد عبد العزيز. شفت يا باشا، هديك سخنت على الفاضي. اسمع بقى الكلمتين عشان الرجاله تحت لو انا اتاخرت عليهم هيبهدلوا الدنيا. وبعدين ما تقلقش، هنتقابل تاني وهنبقى اصحاب.